شاركت مملكة البحرين للمرة السادسة في معرض العمارة الدولي 17 في مدينة البندقية الإيطالية، وذلك عبر جناح وطني يحمل شعار في المحرق، والذي افتتحته معالي الشيخ أمية بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. وبهذه المناسبة قالت معاليها إنه رغم الظروف التي فرضتها الجائحة إلا أننا عازمون على الاستمرار بالعمل الثقافي والانتقال بصورة مملكة البحرين الأجمل إلى العالم عبر عرض مقوماتها الحضارية والعمرانية وإلقاء الضوء على واحد من أهم مواقعها المسجلة على قائمة التراث العالمي الإنساني لمنظمة اليونسكو، ألا وهو مسار اللؤلؤ الذي كرسناه شعارا لنشاطنا هذا العام. مضيفة معاليها أن ثقافة اليوم تشكل أملا لكل دول العالم من أجل التعافي والتقدم نحو المستقبل من خلال مشاركة التجارب الإنسانية. كما أشارت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار إلى أن جناح في المحرق هذا العام يعرض عناصر من عمارة مدينة المحرق التقليدية، ويقدم لزواره فكرة حول جهود التطوير الحضري التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في المدينة العريقة.